يعني ايه كلمة هاشتاج؟ اولا تحياتي لك وللسادة المشاهدين. هاشتاج يعني ايه هاشتاج يا ابو شادي؟ إيه لا مش عارف بصراحة. ممكن تكون لبس؟ عن نفسي انا مش عارف بصراحة. اكل ولا شرب الاول؟ اكل ولا شرب الاول؟ الهاشتاج ايه هو وانا اقول لك عليه؟ انا مش فاهمه يعني ايه هو. طب انت الهاشتاج عامله ازاي؟ هاشتاج اللي انا اعرفه ان هو ده موقع على موقع التواصل الاجتماعي يعني زي الفيسبوك وتويتر. تعليق اللي على تويت او على الفيس. الكلمه بتكتبها على الفيسبوك تبقى قبلها شباك تقريبا وبتكتب الجمله دي، واي كلمه بتتكتب تحتها الهاشتاج ده بتتسجل، فلو دوس على الهاشتاج ده بيجيب لك كل الكلام اللي اتكتب وعليه الجمله دي. بس هي يعني عشان خبر مثلا او واحد ينشر خبر حاجه زي كده؟ هو تعبير للكلمات الاكثر استخداما او الاكثر تداولا. في السوشيال ميديا زي تويتر وفيسبوك وكده بتبقى لو في ترند هاشتاج مثلا تبقى عن حاجه معينه مثلا او حاجه هم بيرمزوا بيها للكلام المنتشر على الفيسبوك، بيبقى عنوان لموضوع معين وبينتشر على الفيسبوك.